أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله العظيم في كتابه الكريم: كما بدأكم تعودون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. يرتاح الإنسان إلى أخيه الإنسان ويشعر بالغربة إذا كان وحده، ولعل العزلة التي تفرض على المرء قسرا في السجون الانفرادية هي من أشد أنواع التعذيب في داخل السجون، لأنه لا يجد رفيقا له يتحدث معه ويرتاح إليه. ولكن مهما عاش أحد بين أهله وقومه فهو لا بد أن يشعر بالغربة في بعض الأيام، مثل شعور المريض بالغربة في فراش المرض، أو شعور المسافر بالغربة في السفر، أو شعور السجينة بالغربة في السجن. وأهم وأخطر أنواع الغربة هي غربة الإنسان الموحش في القبر، حيث يكون وحده لألوف السنوات ولربما لملايين السنوات. لا يوضع شخصان في لحد واحد، حتى المقابر الجماعية هنالك فواصل بين ميت وآخر. ولو افترضنا أن هذا الميت في داخل لحده يعطى له الوعي والشعور والفهم، فكم يشعر بالوحشة من الغربة. الناس يحاولون بطريقة أو أخرى أن يرفعوا الغربة عن أنفسهم. الشخص ما يسافر وحده، يسافر مع زميل له، لا يعيش في البيت وحده، يعيش مع عائلته، وهكذا يحاول أن يرفع الغربة عن نفسه حتى لا يعيش وحده. هنالك وسيلة واحدة لكي لا يشعر المرء بالغربة في أي حالة. هل يمكن أن أكون دائما مع أحد ما في سفري وحضري وسجني ولحدي، في عالم الدنيا، في عالم البرزخ، في عالم القيامة؟ هل ممكن أن يكون لي صديق ورفيق؟ الجواب نعم. عندما تكون مع الله فلن تشعر بالغربة، لأن الله في كل مكان، وهو أقرب إليك من حبل وريدك. عندما تأنس مع ربك عز وجل فلن تكون وحدك في يوم من الأيام، ولن تشعر بالوحشة أبدا. لقد ورد في الحديث أنه لما أخرج النبي يوسف من الجب، من البئر، أخرجوه وباعوه، قال لهم قائل: استوصوا بهذا الغريب خيرا. ذول اللي اشتروه شافوا هذا غريب، فواحد من عندهم قال: استوصوا بهذا الغريب خيرا. فقال لهم النبي يوسف: من كان مع الله فليست له غربة. كان عمر يوسف حين ألقي في البئر 9 سنوات ونيف، يعني أقل من 10 سنوات فقط، مع ذلك لم يكن يشعر بالغربة لأنه مع الله. ولنتعلم الدعاء الذي علمه الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه، زين العابدين لأصحابه: اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتي، وعند الموت كربتي، وفي القبر وحدتي، وفي اللحد وحشتي. أنت مهما عشت في الدنيا بالنتيجة غريب، حتى لو جمعت كل البشرية ونمت في وسطهم، يوم اللي تشوف الأحلام تشوفها وحدك. حتى لو في اليقظة أنت مع الآخرين،
في حالة النوم أنت وحدك، وعلى كل حال تعيش الغربة والوحدة في هذه الحياة. اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتي، وعند الموت كربتي، وفي القبر وحدتي، وفي اللحد وحشتي. من كان مع الله كان الله معه، وإذا كان الله معك فهو يؤنسك، يلهمك، يرشدك. الذي يتق الله يهدي قلبه، ومن يتق الله كما يقول القرآن الكريم يهدي قلبه. فأنت تعيش دائما مع ربك، تستأنس به، وأحيانا كأنك تسمع حديثه معك وإلهاماته إليك. وإلى حديث قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.